أعزائي المشاهدين مرحبا بكم. شكرا شكرا عايش، ميرسي بوكو يعطيك الصحة. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صفي قلبك. إن شاء الله ربي يصفي القلوب، إن شاء الله ربي يحنن القلوب، إن شاء الله ربي يبعد علينا المشاكل والعرك والخصومات، إن شاء الله ربي يبعد علينا البلاء، إن شاء الله ربي يبعد علينا الكورونا، إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وأولاد بلادنا وبنات بلادنا وين ما كانوا، من بنزرت البنقردان التطاوين، إن شاء الله ربي يحفظ التوانسة المتغربين، إن شاء الله ربي يعطي لأي إنسان على قد قلبه، راهي جملة ماهيش سهلة. اي انسان يتفرج فيا في اللحظه هذه ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك، ان شاء الله ربي يحفظكم. الناس كل تحيه لاشقائنا بالمناسبه في ليبيا واشقائنا في الجزائر، المغرب، موريتانيا وكافه الوطن العربي. اليوم حلقه اخرى تدعو من قناه الحوار، تدعو فقط الكلمه بسيطه اسمها الحوار، في ظهرها بسيط ولكن في بطنها كلمة عميقة جدا 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 جدا. ما ثم حتى حل في الحياة إلا أنه نتحاوروا. العنف راهو لغة الضعفاء، العنف هي المرحلة الأخطر والمرحلة اللي ما يلزمناش نوصلوا لها. احنا معشر البشر ربي ميزنا بحاجة اسمها الحوار. جست قبل ما نبدأ الحلقة متاع الليلة، لو كان ثم إنسان يتفرج فيه يحب يكون حاضر بحذانا لهنا في برنامج صفي قلبك، يا أما يبعث لنا سماس ولا يكلمنا على الرقم 29-766-ألف 29-766-ألف، سينو يجي بحذانا للعنوان التالي 24-8612 المنطقة الصناعية الشرقية 1. مرحبا بكم الناس كل. نحب نفتح قوس صغير أعزائي المشاهدين، تعتبروه بلاغ، تعتبروه نداء، تعتبروه صيحة فزع، أما أنا باش نقوله. ثم برشا ناس يعاونوا في الناس، راهو الإنسان اللي يعاون بشر راهو ماهوش واجب، راهي مزية. ديما تحط اللي هي راهي مزية، إن شاء الله ربي يبارك لهم الناس اللي قاعدين يعاونوا الكل. ديرنييرمون ثم موجات متاع تحيل، ثم ناس قاعدة تتحيل، فهمني ولا، يدعي الفقر، يدعي يعني الإعاقة، موجودين في الدنيا، ثم ناس صادقين بالمنجد وثم ناس راهم متحيلين. ولهنا باش نحكي على روحي. أعزائي المشاهدين، ما تعطيو فلوس لحتى حد، حتى حد، حتى حد، حتى لو كان يقول لك راهو جعفر القاسمي معاك بالتليفون. أنا عمري ما ناخذ فلوس على حد، نكونوا آستا، أما ما ناخذوش فلوس عفوا في البرنامج هذا. وأنا شخصيا عندي باج واحدة اسمها جعفر القاسمي جعفور، باج واحدة اسمها جعفر القاسمي جعفور اللي نهبط فيها في الفيديوهات. وقت اللي باش نعاون أنا وإلا باش نكون آستا، نكلمك فيديو تشوف وجهي، تشوف وجهي فيديو، وإلا في المباشر تشوف وجهي في المباشر، نتقابلوا في المباشر ونحكيوا مع بعضنا، وقتها النجم نعاون. يتحيلوا باسمي انا خويا، ابعثوا لنا اعانه، ابعثوا لنا 100 دينار، ما عندي حتى وسيط وحتى حد ما يتكلم باسمي. لو كان انا جيتك صديقي المواطن وشفت وجهي فيديو، وقتها نتحمل مسؤوليتي الكامله. اما تقرا على الفيسبوك حكايه ولا يكلمك واحد بالتليفون يقول لك انا بعثني جعفر، انا ما نبعث حتى حد، واللي يكلمك يقول لك بعثني جعفر راهو متحيل تنجم تشكي بيه. ولو كان شفتوا باج اخرى بخلاف جعفر القاسمي جعفور هبطت حاجه، خاطر هذيك الصفحه الرسميه الوحيده، راهو ما نتحملش مسؤوليتها. وسامحوني حكيت في مسائل شخصيه ولكن راهي موجوده. الليله في الحلقه الجديده من برنامج صفي قلبك باش نشاهدوا زوز حكايات، باش نتفرجوا في قصه مدام ابتسام اللي عاشت زواج فاشل انتهى بالطلاق، لكن اولادها اليوم يعيشوا ظروف اجتماعيه ونفسيه قاسيه بسبب اهمال الاب وعدم قيامه بواجباته تجاههم. هاي ابتسام، هاي باش نستقبل وليد، علاش عيطت له؟ نحبوا يتفقد اولاده، خاطر اولاده ما يقولوا ليش ماما رانا نحبوا بابا ولا حاجه، ندخل نلقاهم يبكيوا. اش بيكم حد شيء يا ماما؟ ما يظهروا لي حد شيء. ما يقولوا ليش؟ انت باش يطلع هو تو عاود حياته. يحبوا ينفق عليهم، هو ينفق على اولاده. اربع سنين ما شافهمش. بنته عمرها 3 سنين ما يعرفهاش. بنته عمرها 3 سنين ما يعرفهاش. والمراه اللي يتزوج بها جديده، ما قلت لي تزوج ولا؟ عنده منها ابناء؟ على حسب روايته قال عندي ولايتي.
باش نشاهدوا الليلة زادة حكاية مدام مريم اللي استدعت طليقة زوجها على أمل إنها تتنزل على النفقة وتراعي الظروف الاجتماعية ليهم ولزوجها، خاصة بعد دخوله للسجن بسبب عدم قدرته على تسديد نفقات طليقته السابقة. ما نجموش نحكيوا على المرأة إلا من استدعاوها الساعة باش تفهموا النفقة شنية وشنية الظروف وشنية الواحد. أنا مرأة نستدعاوها هي توا الساعة خلينا نفهموا توا، أنت استدعيتها يظهر لي باش تقول لها عمل لنا جدول نخلصوا كذا وأنت عمل لنا إسقاط ولا حاجة اش تسمى باش نقول لها عملي لي شهادة خلاص خلصوا اللي قدام الكل وعندي دبرت زملائي أنا نجم نعطيهم لك. إيه تنشوفوا حل. لكن قبل عنا متابعة خاصة لمستجدات أحمد بودا اللي استدعاه في الحلقة السابقة خوه صالح باش ينقذه من دوامة الإدمان اللي عايش فيها ويقنعه أنه يتعالج ويعاود يقف على ساقيه. يا خويا خويا عايفني في حياتي وخويا عامل علي برشا مزايا ووقف معايا على الأخر في الدنيا وما جيني الحبس كان خويا، قلت لك عرس زوج أخوتي البنات وعرس ليان. هذا اللي جاي تو جاي تو سي جعفر. هو شنو عامل تو؟ يودي راه ما شاء الله عليه راه العالم يضرب به المثل، تياو تو يسمع دوار يشري يضرب به المثل. الحمام بتاعه كي كان نهار لحد كي يرتاح 10 كراه ابيض قدام الدار. راحته يعني يطلع على تركيا 15 يوم تاع عيد الكبير كي نرتاحوا ما هو الخضره ما ثماش والدجاج والدنيا. يعني يطلع عم فاكونس تاعو في تركيا في جربة مضيف على الاخر اي ومحليه ورجله بيه. شنو الاشكال مال عمل ما خلينا اخويا 147 عمل 185 وعمل 172 وعمل 100 سيريت كرابضهم مش نسيفهم الباكو ساشياتهم ساشيات بارك الله. عمل 4 دي مكسويت يمشي يجيك تاو وعمل قهوه صلي عليه وعمل بيتزيريا ربي يزيدوا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يزيدوا وين مشي يزيدوا طاروا كل جرت المخدرات والادمان جرت ولاد الحلال. انت امك فهمت علاش بعثتك امك لم الحنانه هذه قبل ما تبعثني امي داويته برشا لمجت ولادي نداوي بها فيها ولا نعطيه مصروف باش ما يمدش يده. تعبت سي جعفر وداويته في الكلينيك داويته عند الطبة استغفر الله العظيم. هو حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله ما فهمتش استغفر ما فهمتش كيفاش ولا كيك التو مش مقتنع كان ذكر ندوك كان أغزل كسيت كان أقوى من السيد أقسم ربي العظيم. تصور أنت يا عمي يعني بولاده ودنيا يجي أي حاجة يعملها يشاوروا هذاك أقسم بالله أي حاجة يجوا يعملوها يشاوروه هو أصغر منهم. استغفر الله العظيم أقسم بربي قلت لك تعرف علاش يحبني؟ أي علاش يحبني؟ أي خاطر أنا نحبهم أكثر من اللي هم يحبون. أنا كل شيء يا إخواتي أنا ما خليت حتى شيء لروحي أنا نبيت تحت الكراه إيش باش نحكي؟ نحكي لك هزيت 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 ما عادش النجم خسرت كل شيء فالتجأت للثنية الغالطة فهمني ولا الثنية الغالطة بتاع المخدرة عرفت روحي الثنية الغالطة أنا نتذكروا النهار كيفاش النهار نتذكروا النهار كيفاش نهار اللي عارف روحي أنا اللي باش نبيع كرهبتي آخر كرهبة بقات لي ما عملوش معايا البيس يا جعفر الكل ما عملوش معايا البيس كيفاش ما وقفوش معاي كيفاش ما وقفوش معاي وما نحبش نحكي يعني انا للتو ما نحبش نحكي باقي باقي هاز وحدي وساكت. كل انسان عنده قجورات في مخه واش نعطيك انا مثلا عندي قجورات نجبد القجر نتاع اختي الصغيره القجر نتاع اختي الكبيره القجر نتاع خويا القجر نتاع عائلتي اولادي كذا قجورات. انت قبل ما تمشي تتعالج
أتو صالح يهنيك على العائلة. أنسى العائلة كان أنا نصرف عليهم. أنسى العائلة كما ناخذ لمجد أولادي ناخذ لك لمجد أولادك. أقسم بربي نحيهم من فمي ونمدها لأولادك. أحمد وباش ترجع أقوى من قبل. وما عنديش مزايا. يا أحمد ورحمة أمي الدنيا فيها عدل، رد بالك. ورحمة أمي الدنيا فيها عدل يا أحمد. أنت اللي عملته مع أخواتك كيما زرعتك باش تحصد كان الباهي. فيك لي شوية تو أحمد. يرجع بعقله بارك. فهمني مادامنا مازال المال هنا. رجع لي عقلي أنا. ها؟ أنا رجع لي عقلي. حطوا اليد في اليد ولا؟ رجع لي عقلي. بو حميد. ما تجيناش طامعين في فلوس ولا حاجة يا ودي نخدم عليه الدنيا الكل. مادام نزلت الحمد لله أقسم بالله نخدم. اشتر لي واشتر لي. والله محلوك. والله محلوك. والله والله يا اخويا يا اخويا ان شاء الله الاخوات الكل يتفرجوا طبعا في الله راه ان شاء الله الاخوات الكل يتفرجوا في الحلقه نتاع الليله يا اخويا محلاكم يا اخويا تحبوش تعتبروني اخوكم اخرا انت خويا على راس ولا صالح تعتبرنيش خو انا معك خويا خويا انا تو نعطيكم حتى تليفوني الشخصي ونقعدوا مع بعضنا وهذا باش يبرى تشد في ربي باش تبرى مش قلتوا دي ماكس اقسم بالله ما نخدم عام ونص ونشري دي ماكس كونطون يا اخوان اهو امشيلو امشيلو يا اخوان سامحني راني جبت كاري ما لقيتش حتى اثنين يا حلال عايش خويا ديري روحك يا عم اكيد 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 سيب علينا عايش خويا عندك وليدات واحد قدام تجاره ساعات يغيب الكلام ساعات يغيب التعبير الدنيا سهلة حب احترام تقدير ورضا بالقضاء القدر والمصير الدنيا تنجم تعطي شوي كما تنجم تاخذ الكثير أما لهنا نحب نقول كلمتين النسر نسر مهما تكسرت جوانحه يقعد ديما يطير والصيد مهما رقد ما يغرقش شخير والكلب يعظ أما القافلة تصير والموت مش موت البدن موت الضمير تعمل شر تلقى شر تعمل خير تلقى خير واللي مرضي الوالدين ينجح عمره ما ينجح على خاطر خلفوله من رضايا بير صالح أخوه بودا زوز سيودا في الموضوع بعد الحلقة اللي لقات تفاعل كبير من قبل الناس اللي مسهم الترابط الكبير بين صالح أخوه أحمد توجه جعفر المسقط رأس الإخوة بودا وصالح وينعاشوا طفولتهم وشبابهم مع بعضهم باش يقابل أمهم للا غالية اللي زرعت فيهم العطاء والمودة بيناتهم سلام صالح الكينج خويا بسايس ربي يبارك لك بسايس بيه سي صالح احنا طريق في النجم تاع دارك تاع دار امك تاع دار الوالدة انت في بالك اللي سي صالح عملت ضجة عمرها ما صارت الحمد لله كله بفضل الله فهمتني انت كنت صادق برشا ولعبت حبتك صالح خويا اللي علي عملته صحيح لازم شنعمل وعملته بيه على خاطر اخواتي وعلى خاطر امي معناتها انت حتى لو كانت تعاود الفرصه تعمل نفس الشيء نعمل اي ماكش حاجه نادم. مش نينات بالرغم عندي 8 سنين ما نسكنش مع اخواتي وامي نسكن وحدي ومعمل على روحي والعمل على ربي الحمد لله ما نسكنش انا لا محال نسكن في 56 مني عرست هزيت مرايتي ومشيت على روحي ممتاز ونخدم وحدي والحمد لله شده في الله بيه أم على خاطر اخواتي نضحي حتى بعمري كامل بيه صالح بعد ما تعديت في التلفزه شنو اللي صار؟ ما عادش نجم نمشي في الكياس يزم للعبس اقسم بالله حتى في الحانوت ما نجمش ناقف توليت هارب عندي جمعه ما خدمش من هالحلقه أهل المنطقة كانوا فرحانين بتواجد فريق برنامج صفي قلبك وزيارة جعفر اللي بعثت فيهم الأمل لأنه بودا أخيراً باش تفتح له أبواب جديدة قدامه أنا يسمى دوريش الساعة
السلام عليكم. هو غسيل مدينة داوريس. مريقل بحث مريقل صالح. صح عليك صح عليك. عايشك يا بطل. صح عليك يا بيه. علاش شهر مواسي صالح خضروا على صدر حكاية أنت عبارة دخلت للدار وحكيت مع أم واسمها غالي. بوس مع مطار ود بلاد راهو مش حومتنا الغيران سما منبع داوريس. نحن تخلقنا هنا كل عشرة واحدة ديار كل مع بعضنا كل خير. ان شاء الله ربي يبارك لكم ان شاء الله ربي يجري على صلاح. ايش 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 دق عليه ايش ايش نست بيهم ان شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله يا ربي. اي حسيت حركة غير عادية. جيني قلت له احنا قلعتيني 500 راني مرهون وبفلوس وبارجة انا يعني ديما ناخذ معانا. تي دخت مشيت نجي لمرتي قلت لها خلي طلعك نسيبي اعطيه 500 وانا الحمد لله عندي يمكن زوز ملايين ثلاثة ملايين في الدار. مديت بعد قلت والله ما نتبعه. بديت نتبع فيه. صدمت ساعتها ما نحبش نتذكر هزت. استغفر الله العظيم. حديث صالح على اخوه احمد بودا ما يوفاش وبين ذكريات حلوه وواقع حزين فما وجيعه كبيره ما نجمش صالح يتجاوزها الا اذا كان نجح فريق البرنامج انه يرجع لهم البسمه وروح التفاؤل من اول وجديد. احنا توا مش نبكيو على صالح. يا ولدي من قلت لك الصدمه هذيك مش مصدق روحي انا في بيك يعني بالحق وانا احكي لك غير بالك محاسبه يا حد. ما نعملش كي نذكر علق لاباس هو بيده موجوع راه موجوع على النفس واسمعني تو خويا تو خويا ربي السلام على السلامة لاباس ربي خويا نور لك السبيل. هاي خويا تو باش نمشيو للدجاج وريني وريني الدجاج السعيش وريني الدجاج وبعد الدجاج فهمني ولا باش نمشيو للوالدة نمشيو للوالدة الوالدة دونك انتوما اللي تفرجوا فينا في اللحظات هذه تو باش نمشيو نشوفوا الدجاج تاع صالح وحانوت خوه فهمني ولا بودا ومن بعد الشيول الحاجة غالية قال لك فرحانة. تعرف لاحظت حاجة اللي قلته في التلفزة حسيته في الشارع حسيته في الحومة بالصدق الناس الكل صليح 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 بودة أحمد شوف شوف راهو ربي سبحانه شوف أنت بكر أنا نمم بالله برش كنا ونعمة بالليل أنت إنسان كنت واضح قلت غلطت عملت كذا أما أنت صافي وحبيت تصلح وحبيت تطور وعطيته رسالة للأخوة راهو برش أخوات كلموني قالوا لي راهو صالح كأنه يحكي علينا هذاك اللي مس العباد حاجة أخرى جوني بارش عباد بارش متعاركين إخوة صالح أقسم بالله متعاركين على الرزق متعاركين على حكاية خريف صالح ويلحموني على والداي طويكة احنا طويكة في حانوت الدجاج وتبارك الله تخدم في وليدات معاك فهمني وإن شاء الله ربي يعطي خير باش نمشيو المم والعين الغالية 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 قلت لي فرحانة راس المال دينا راك الخبيزة بالسالي يا تور بالسالي يا تور
ليلى غالية كانت واقفة تستنى في الباب بكل لهفة وسعادة كبيرة، باين على وجهها أملها في الحياة إنه بودا يتعالج. يا رب يا يا حاجة، أنت تو سمعنا اسمك في البرنامج. ايه؟ غالية. غالية. وأنت طلعتي عزيزة وغالية. عايشتي عزة. تعرفي؟ ايه. ولدك هذا صالح وبودة. يا بنتي بكاوها تونس الكل. ما أعرف، تفرجت. تفرجتي؟ إيه، نبكي، أنا قاعدة في الدار ونبكي. باهي، تو أنا باش نسألك. ايه. أنت قالوا لي باب بعيد الشر عليك كم مستاجعة شوي ومريضة شوي. ايه. قالوا لي بعد الحلقة وليتي لاباس. وليت لاباس. العقد انا تو كمان نخزر القربول. يرحم امه ويرحم امه ويرحم امه يرحم والديك. وين لقيت راني دخلت الدخان؟ نحيت العكاز. نحيت. ما عامله عمليه على ركبتها على امك. ارجع للزول. وتو تسمى ما شاء الله فرحان على الاخر. فرحانه. فرحانه بودي مش يرضى لي ولدي كما كان. باه كلموك عباد؟ جوك عباد؟ كلموني جوني نسوي المسويه وجوني لهنا للدار ويرحموا على والدي وربي يهديهم وكاك الدار والبيت. يرحم والديك مقعد دخلت قلت لهم يشربوا قهوه قالوا لي لا جينا فرحنا لك برك. باه شكون اللي بعث صالح؟ حتى واحد. للبرنامج؟ يعني. لا يبعث. ها؟ افهموا لي تو. خاطي انا طلعت بالطلعه. هو طلع بالطلعه وانا كلمت. وانت عطيتيه الفيزا؟ قلت له تمشي ولا هزني نقلم وجيتنا غادي راني. اه. ولا جي. معناتها تو الفكره. ما عرفتش البلاصه، اما نلوجوا نهار كامل ونحنا نلوج. باهي، الفكره فكره صالح وانت قلتي له هاي الفيزا. انت كملتي؟ كملت خاطر تعبت وكان نورت الدار وكان لبس علي في الخير العيني. رقدني في الكلينيك مرتين، مره رقدني بثلاثة ملايين ونص ومره رقدني بزوز ملايين ونص. ربي يبارك له. على ركابي ونا نقول راسي وقول عيني. يا ودي عامل معنا ما يخلينيش. ما يخلينيش. ويحبوه الناس الكل تحبوا ويعاون في المرضى ويعاون في اليتامى ويعاون. والله واحد يتيم انا في الحب وبرسي الا هو اللي عرسلو واللي شرالو العجله وهزني لايا وهو عمل معاه اللي ما تعملش. اقسم بالله اول ما جبتو ما عادش حتى كي نعيط له باش نحكي معاه يقول لي باهي 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 ما يسمعنيش. انا جيتك حاجه قسما بالله دخلت من الكوش للحليب للمصروف ودني الحاجة الباهية ودني بها ما خلاش باش ودني 500 ألف قضية مرتي كي نروح الدور يا ربي ديش هذا ما خلانيش ما جابي تتبلوك القضية لك اللي خدموا معاك ومش مزية حط والدي فوق راسه مش مزية أما تعب هو هو تعب تعب تعبني هكا هو بيت قاعدة في باب الشارع حط الكرسي وبيت قاعدة في باب الشارع ونقول لهم بولا ما روحش الليل وهو البيت في سيدي مزية دي ما يرقد ما يروحش يقعد بالنهارين ما يروحش وليا ونقول ما اسمي شوية حاجة اقسم بالله يجيب الدلاه يعبي الكراج يعاود يهبط المرش اللي يقروه يقضي الخضره يعاود يرجع يمشي يجيب فياج البطيخ يا ودي كان يرجع لبس عليه وتشوفه كيفاش والعالم الكل يحبه في سيدي بوزيد معروف احمد في القروان في السبيخه في الفحص في اي بقعه تتصورها ذاك معروف على الاخر الدماغ تدخل وهما هو ما يخليش روحه يقضي لهم من هنا وينزل لهم الخبز البيت ولد خير ولد خير ولد خير ولد خير قسما بالله ولد خير وانتم ولد خير نفسر لك حاجه يا صالح احنا تو متعدين في النهج شوف راي الناس ما تكذبش يا سيدي خلي نقولوا التلفزه احنا تو قاعدين في التلفزه وحاطين هاي كاميرات تصور فينا وضو وكذا وقاعدين في الدار باهي في الشارع ما كلمنا حد الناس هذوك اللي خالطين وراك انت يا صليح يا صليح عطيتهم فلوس باش يقولوا يا صليح يا صليح رجال كبار نساء كبار وليدات صغار البراءه انت مش انسان ما يغلطش في الحياه راه اللي يغلط يا حاجه اللي ما يصلحش هذاك اللي يغلط انت ما غلطتش ما مشيتش مخدرات ما دخلتش للحبس ماك خلصت ولا خلصت خلصت وفي الموضوع ريدوش بدناه الحمد لله ما نبقاوش نحاسبوا في الانسان في البشر يتحاسب بالحبس ونزيدوا نحاسبوه في المجتمع ونجلدوه ما هو خلص
ما هو غلط؟ ما انت معترف اللي انت غلط. كان خلص حبس خير مني يضر روح. فهمتني؟ باهي خلينا نفسرلك. انت ما غلطت ولا ايه؟ غلطت. اندمت ولا ايه؟ اندمت. خلصت ولا ايه؟ خلصت. صفحة وتويناها ولا ايه؟ الحمد لله. نتعاملوا معاك توا صفحة بيضة اخوي. بعد انا قلت له باش نعاونوك وواحد قال لي ليه 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 ليه؟ ما يعاونني حد. الحمد لله انه يوقف على فهمتي؟ هذه هذه راهي العباد راهي تحسوا باهي. توا حاجة باش نستدعاه هذا سي احمد بود هذا ولدنا وخونا. ونهار الاربعاء احنا الحلقه تتعدى اليوم فهمتني. احنا نذكر اللي كونه احنا نهار اثنين تو. اما نهار الاربعاء اليوم ولدك باش يمشي يتعالج. شنو الناس يقولوا فهمتني ولا باش يمشي يتعالج؟ لا نعرفوا 10 ايام لا 20 يوم لا شهر لا شهرين. ربي معاه قال يمشي ربي معاه يمشي يسكر على روحه يمشي. يركز اموره وعنده ميزه ولدك. ولدك باش يبرى عايش خاطر عنده قوه شخصيه عايش مش يفادلك راه. انا حسيته من هاره البرنامج من اللي قال انا ديجا بديت في الرحله. هو تعرف شنو اللي ناقصه؟ ماهوش مطمئن صحيح دي مشخشب مشخشب على مرته مشخشب على اخوه مشخشب على اولاده مشخشب عليك انت. ما عنده انت سبحان الله ما خممش حتى في الراحه اللي هو يقولك للاخر نضرب للاخر. لا هذه توا تتسمى يا حاجه استراحه المحارب. يلزمنا نرتحوه. رتحوه عباره عن لا عباره عن ولدنا سافر شهر ولا شهرين وراه يا حاجه ما عندكمش الحق لا تكلموه بالتليفون ولا تدوروا بيه ولا تزوروه ولا تمشوا له عايش الا بالاوردر نتاع طبيب ويرجع لك بعد شهرين تو تشوف الدنيا كيفاش تولي الدنيا زينه و... عايش يرحم والديك ربي ينور. لا ما عندنا حتى مزيه ربي يفضل انتم ربي ينور يرحم الامه جابات ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها ويرحم الامهات الكل عايش. وربي يشفي الناس الكل باهي تو باش نستقبلوه حاجه. انت تو باش تمشي تختفي روحك طيبتي كسكسي هي حاجه ما هي مطلب كسكسي ونش طيبتك تاجرين مارينا شيء التو مارينا شيء حاج وش مشي نجي راك عبيتينا كروشنا بالفارغ مارينا منك شيء فهمتي مارينا منك شيء مش نمشي نجيب لك تمشي تجيب الكسكسي والطاجين وشنو ياخر وسلاطه وعليا و فهمتني ولا لا وخله وعصيه ويا بابا يا بابا يا بابا اسمعي بري انت مادام عيطنا نحن لحمد يبارك لك. أحمد كان التفاؤل مليء على عكس اللي كان يظهر عليه. كان كله ثقة أنه المستقبل خير وأنه الإدمان صفحة وتتويت من غير رجعة. أحكي لي بعد ما تعدت الحلقة شو صار أحمد؟ وليد معروف برش نسكن وليد معروف برش في الشارع؟ في الشارع ناس كل تحب تكلمني ناس كل وش يحكيوا لك الناس؟ ربي معاك لاباس بقدة ربي لاباس إن شاء الله تربي حلا كل واحد كيفاش كل واحد كيفاش يطيش لك كلمة باهي ما ثم حتى واحد قال لك كلمة خايبة حتى لا حتى لا حتى واحد ما قال لي حتى كلمة خايبة الناس الكل يرحم معناتها مش كان في الحومة نحكيو لا في حتى في بلايص الكل الناس الكل اللي كان وين تمشي وين نمشي وشكون أكثر إنسان مسك كلامه وهو عارضك في الشارع برشا ولا برشا في الشارع برشا عباد كلموا برشا عباد كلموا نساء كبار رجال شباب العمر الكل العمر الكل الناس الكل كلموا الناس كل حكيوا معايا لاباس احمد توحي الله ربي يعرفوني خاطر يعرفوني يعرفوني شنية زوجتك بعد ما تعديت في التلفزة شنية كان رايها؟ والله عادي عادي كل الناس الكل والله كان معناتها فرحت كي شافتك فرحت فرحت والله فرحت انا كنت نتظر منها باش تغشش ولا عادي التوانسة الكل معملين عليك خويا عبارة طرح هذا عبارة الفينال وصلنا للفينال قدرة ربي ربحين قدرة ربي ربحين فهمتني باش نمشيو خويا تتعالج ما نعرفوش المدة قداش 10 ايام 20 يوم شهر شهرين اللي هما المفيد ترجع انت صفحة بيضة قدرة ربي قدرة ربي ماني قلت لك انا بديت وباش نكمل قدرة ربي ما عادش تلفت الموضوع هذاك قدرة ربي باهي بو حميد تو ثم الشبيبة تستهلك في المخدرات أنا نحبك اليوم تغزر للكاميرا وتحكي معهم عبارة تحكي مع أخواتك بالرسمي يزي نحب نقول لهم يزي راو موضوع بالرسمي ما يمسرش لحتى ثنية وراو يهز كان هالك
ويز كان مهز من يز 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 حتى اللي عمل لي يز فيه البركة يحط النقطة ويرجع للستر يز فيه البركة راي ثنية ما توصلش وما هيش باش توصل حتى توصلك كان للمهالك يز بالنسبة للناس كل يز ستوب الناس كل تفيخ على رواحة ويز يز بالرسم يز برشا يعرفوني ونعرفهم ونعرفوا بعضنا قال لي يز 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 كي مدت مخ كي خدمنا قلت خمم ما وجيب هالي مين باش نشري مين باش تيق ومن ما شنو ومن عارف شنيا من اللي تقوم من اللي تفيق ولا ساعات ما قبل تبدا من اللي باش ترقد تخمم غدوه شنيا كيفاش باش تعمل مين باش تيق ومن باش تجيب ومن عارف شنيا ما عادش تلفت لا لعائلتك لا لمرتك لا لصغارك لا لامك لا لاخواتك لا لحد شيء تنسيك في كل شيء تخليك ماكش عبد بالرسم تخليك ماكش انسان ينسيك اليوم مضغوطه تلقاهم الكل يستناو فيك فم البارح مشاكل اللي نسيتهم البارح الصباح حركة تحل عينيك تلقاهم قدام حكايه فيها وعلى مستوى الصحه هاي صار فيزا كثرت مره برشا استرني ربي من الفردوس سترك ربي لمت كيف فقت ما قلتش ستوب انا متخليش توقف نهارين تعاود ترجع اش معناتها ما تخليكش احكي لنا خل نفهمه الموضوع ديما في المخ يبقى ديما في المخ خايبه الشيخه هذيك خايبه تخليك ديما تخمم تخليك ديما تخمم فيها احنا كي وعدنا الساده المشاهدين باش نتوكلوا في رحله العلاج فهمني انت باش تحضر الفليجه بتاعك وامورك كذا وباش تبقي داركم على خير فهمني لطون الحاجة جبت لنا الفطور خاطر الفطور حاجة مهمة زادة فهمني خاطر قالت كسكسي وطاجين الحاجة وهي ما في بلاش بالجعفور وبالمعطيات فهمني يجينا الكسكسي والطاجين والسلاطة اللي وعدتنا بهم الحاجة لو كان الكسكسي والطاجين السادة المشاهدين لو كان الكسكسي والطاجين موجود والسلاطة موجودين باش ننطلقوا في رحلة العلاج لو كان مش موجودين باش ننطلقوا أما جواعة مش مشكل شوفوا الحاجة فهمني ولا خلينا نعملوا فاصل إشهاري بالكسكسي نعمل فاصل إشهاري بعد شوية ناخذوا الفريج ونتوكلوا على ربي اتفقنا؟ أوكي أعزائي المشاهدين طويقة وصلنا للحظة اللي نستناو فيها الكل فهمني ولا صليح خويا كون متهني على يرحم والديك جعفر عايش فهمني باش نطلقوا في رحلة العلاج السيد حاضر فريجته حاضرة يرحم والديك لا تكلموه لا تدوروا به لا تليفونات لا حتى شيء يرحم والديك سي جعفر لين يرجع صحيح يطنطن يرحم والديك عايش متفقين الحمد لله بو عبيد طو انت باش تبقي وخيك بخير طو فهمني ولا بعد تنعيطوا لك الوالدة تسلم على اخوك فهمني ولا احمد ودع عائلته باش ينطلق في رحلة العلاج اللي تتطلب برشا عزيمة وإصرار وصبر وإحاطة كبيرة من العائلة والناس اللي قراب واللي تفعلوا معاه وشجعوه والمفاجئ إنه فما شكون تنازل الأحمد بوداع على دين قيمته تتجاوز 18,000 دينار كتشجيع ليه باش يرجع يختم على روحه كيف ما كان قبل بخلاف التفاعل الكبير اللي لقاته العلاقة المتميزة بين زوز أخوات واللي خلت برشا ناس تشيد بيها ويعبروا على نيتهم في الخدمة مع أحمد